هلا بالحلوين بصيرم ازباك. طيب شوفوا جمال الشادو. اول شيء هذا الميجا شادو يا عيال. طبعا انا والميجا شادو جايبين لكم اليوم حلقة اسطورية زي ما تشوفون يا اخوان. اليوم جبت دقيقة وين ال ايوه جبت لكم اكثر من 99 بيضة، تقريبا 100 بيضة اوربان ايج، هذه اعتقد اسمها اوربان زي كذا، طبعا ليجندري. انا ودي اشوف الحيوانات اللي فيها، اصلا نسيت ودي اعطيكم القائمة الحين اشوف ايش الحيوانات. خير ليش جايبين واحد يشبه الشادو ليش؟ طيب ما علينا يا اخوان، عندي كم؟ ايوه طبعا جايبين واحد عيال يسمونها السيتي، اعتقد هذه البيضة تبع المدينة على ما اعتقد. طيب فيه واحد يشبه الشادو، ايش الالوان اللي قاعدة تطلع فوق؟ ايش هذا؟ ايش العاصفة ذي؟ لازم نطلع، بس خلونا اول شيء نفتح بيض وبعدين نشيك على التحديث. طبعا جاب 100 بيضة، احتمال اني ما افتحهم كلهم، ممكن اني افتح 50 بس، ان شاء الله ان الروبوكسات تكفي لاني شاحن ومضبط الوضع. ونقول بسم الله، طبعا بوريكم القائمة الحين قدامكم وابي اشوف توقعاتكم مين اللي راح يطلع فيهم واحد كريه نشبة كذا، زي ما كنت افتح يطلع لي ضفدع كل شيء. يلا نقول بسم الله، يلا خلونا نفتح اول بيضة. يا رب يطلع لي اللي جندري من بدايتها الاسود اللي يشبه الشادو. ايش هذا؟ ايش تاوني فرق؟ ايش الحيوان هذا؟ دقيقة اللي جندري ولا ايش؟ طيب هذه بداية ما تطمن يا عيال ويا شباب ويا بنات، هذه بداية ما تطمن ابد. يلا اجل خلونا نفتح البيضة الثانية. وينك الاوربان؟ وين البيضة؟ طيب هذه هي، خلونا نحط واحدة كذا عشان اقدر ما اضيع. يلا اللي بعده. طيب يا رب انه يطلع لنا شيء حلو. بليز ايش هذا؟ بلو باتل فلاي؟ ايش هذا؟ طيب حنا طلع لنا حيوانين، طلع لنا هذا وهذا، والله شكلهم بيصيرون كريهين هذول الاثنين. يا رب. طيب يلا اللي بعده. ان شاء الله انه يطلع واحد حلو كذا ليجندري عشان انبسط من بداية الفيديو. للاسف مو قاعد يطلع شيء حلو يعني. طيب ثالث بيضة يا رب. اوه طلع لنا صقر، ايش هذا؟ صقر؟ وش الصقر هذا؟ لا هذا مو صقر هذا. الترا بلاك كيت. ما اعرف ايش الحيوان هذا بلاك كيت، والله ديم اسطوري صراحة. يلا 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 اللي بعده. وينك الاوربان؟ خلونا نكتب اوربان. يلا يا الاوربان يا رب ليجندري. ابي ذاك اللي يشبه الشادو. طبعا الشادو انا طلعت اليوم عشان لأن الشادو زعل شوي، قال ليش جايبين واحد يشبهني؟ يا عيال هذا الكريه، اوكي؟ هذا الكريه في الفيديو. يلا اللي بعده، ولا لازم اغير مكاني لأن في استراتيجية كذا اعرفها. خلونا نفتح هذا ونشوف، ونروح مكان ثاني ونشوف ايش اللي راح يطلع لنا. طير النورس؟ ايش؟ الترا رير يا حبيبي، جبنا 2 الترا رير كذا كويس. يلا يا الاوربان نطلع البيضة، باقي 96 بيضة. وين يا شباب؟ والله اني بشكل بطول، انا خاطري في التحديث. ايش هذا؟ ايش النووي هذا؟ والله شكله صار دوبتمي، صاروا عالم دراغون بول شكلهم. يلا اللي بعده. طيب جينا هنا غير مكان شوي، نبي مكان ظلام عشان يطلع لنا. يا الله. يلا اللي بعده، يا رب يطلع لنا الليجندري. ابي الحيوان الاسود. عاد تخيلوا 100 بيضه ما يطلع للحيوان الليجندري هذاك، بموت. اوه ايش الحيوان الكيوت، اسمه مانجوس. وش هذا؟ كمون، والله يا انه كيوت. ايش هذا الصغير مره؟ طيب خلونا نتخبى هنا.
يلا يا أوربان. طيب 94 حاليا فتحنا تقريبا 7 بيضات وهذه الثامنة. لازم نفتح 50، ودي افتح 50 لان 100 واجد يا عيال، بس اني كذا جبتها. طيب برضو هذيك ما ادري ذبانة ولا ناموسة، لان الماسكتو موجودة اعتقد، اللي هي ناموسة موجودة جابوها، بس هذه تختلف. يا كريم، طيب بدأت ترفع ضغطي، يعني كان اول في الفيديوهات السابقة اللي كان يتابعني اول كان الضفدع ناشب لي، الحين هذه شبت لي صرصور. كاكروت صرصور. طيب والله يبينا ميجا الصرصور، شوف الانتل اللي في راسه. يلا يا أربان، طبعا طلع لي صرصور يا عيال. قاعد تطلع لي حيوانات غريبة، ما في شيء أسطوري إلا الصقر هذاك والثانية الألترا رير. طيب ألترا رير، هذا ألترا رير مرة ثانية. أي والله، يلا أوكي أوكي، طلعنا 3 ألترا رير كذا حلوين. يلا اللي بعده. لو سمحت اللي بعده يا رب لجندري، يا رب طلع لي يا اسود، يا اللي مسوي شادو. ايش اللي صار يا الله؟ بعدين ايش الحيوان الصغير هذا؟ مره ما بي يا اخي، لازم اخلي اخوي يتدخل لان الحظ عند اخوي كويس. طيب بقالي 1000 روبوكس. يا الله من الطائر هذا، هو صح الترا رير بس برضه صاير كريه. اوكي ابا ليجندري يا عيال، كم في ليجندري نزل في البيضه هذه؟ انا ما شفت، بس انا شايف حيوان اسود قهرني. لا ابي الحيوان ذاك، ما اعرف حتى وش اسمه، لا يكون برضه مخلين اسمه يشبه الشادو. يلا اطلع اطلع، اعتقد لو طلعت فوق ايش؟ توي با ايش؟ توي بودل؟ اوه نفس البودل هذاك الابيض، بس هذا توي يقول لك لعبة يعني. ما علينا، والله ما ادري ايش الحيوانات الجديدة هذه، يعني طبعا راح اقيمها الحيوانات هذه، يعني البيضة شكليا يعني اوكي لا بأس، افضل بيضة شكليا نزلت من التحديثات الجديدة اللي هي الجبان اليابانية، شكلها كده كويس الايدي فيها. اعتقد لازم اطلع فوق الشجرة. دقيقة دقيقة يا عيال، اذا انت تشوفوا هذه استراتيجية البصيرمية، اوكي تيجي هنا تطلع فوق اي شجرة، ثم تيجي البيضة بجنبك على طول افتح البيضة. حلو، وبكذا اعتقد، مو اعتقد لان واثق يعني، ان شاء الله انه راح يطلع ليجندري. وين راحت البيضة؟ ما ادري وين راحت. لا يا شيخ، لا يا شيخ، خلاص بليز لا تطلع لي، وجهك خايس يا اخي، هذا منقار ولا فم. اوه البيضة ليجندري، سكروا على الاستراتيجية يا عيال، ابي اغير مكاني، خل نروح محل الملابس حق الحيوانات ونشوف يا عيال اذا بيت. يا الله خلونا نجي هنا يا اخي، خلاص انا بصيرم خلاص تعب والله. طيب تعال هنا، اطلع البيضة هنا، هنا ان شاء الله ان الحظ راح يكون اسطوري يا شيخ. باقي 800 روبوكس، والله لازم اشحن مرة ثانية شكلي يا حبيبي. ايش هذا 100 بيضة؟ لا يا شيخ، لا يا ابو صيرم، يلا بسرعة بسرعة يا اخي، خلاص بديت امل والله. يا رب، لا يا شيخ يا البودل، لو سمحت على كم سعر النظارة؟ طبعا لازم تسوي نفسك انك ما تدري ان عندك بيضة. طبعا شوف النظارة هذه جدا حلوة حقت الشمس، نظارة شمسية يا شيخ. خلونا نخش في الموية.
باقي 700 روبوكس يا شيخ يا القهر، والله قهر. تكفى يا لجندري، واحد لجندري يا اخي. يا شيخ صرصور ما في الا قرونه طالعه برا. اطلع 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 يا الله. مع ان الصرصور يعني مره كمان يعني، وفوق هذا طلع لي مرتين بس اعتقد. يلا اللي بعده صرصور مره ثانيه. يا رب الحيوان الاسود اللي يشبه الشادو. تكفى يا اخي. يا الله ترى صاير كريه انا، خلاص تعبت. اخر واحده هنا نفتح ثم نروح نغير مكان، وعشان تطلع لجندري عيال لازم تغير مكان. اوه انديان ليبرد. ديف انديان ليبرد رير. يعني على انك رير يا الخايس ولا طلعت الا الحين. شوفوا عيال كم واحد طلع، شوفوا ثلاثة ستة. اخ اخ اوه جاتني دوخة، انا ما ادري ليش تجيني دوخة. خلونا نغير مكان، تعال يا بيضة لبسينا قبوع حق السيتي هذه. طب ليش ما نروح محل البيض مع ان المكان هناك دايم كويس جابوا سيتي. انا عيال يوم شفت التحديث بغيت انزل بس صارت لي ظروف جدا قاسية يعني، حتى قاعد اصور لكم بدون كاميرا يعني. ان شاء الله ظروفي هذه ما تستمر يا رب، ولا انا ناوي افجر، ناوي اجيب واضبط والله يا عيال، لكن سبحان الله تجينا اشياء توقفنا على الاشياء هذه واقعد زعلان طول الوقت. ف والله دايم السيتي. طيب ما اقدر اروح، لا يلا راح نفتح هنا جنب السيارة. تعالي تعالي يا بيضة لو سمحتي يا بيضة اطلع يا حيوان يا اسود يا حيوان اطلع يا شيخ. لازم نوقف والله لازم نوقف كذا. قاعد تطلع لي عيال، شوفوا كم بيضة فتحت يا اخي. ايش الحظ يا اخي. ايوه ايوه ايش هذا علي ايش؟ انا من اسميها علي، علي كات يا علي كات. الترا رير دايم الالترا، في واجد الترا يا اخي. طيب طلعت حيوانات واجد، باقي الليجندري. يلا يا ليجندري وين رايحه يا بيضه؟ وين رايحه؟ يا اخي تعال يا الله يا عيال ايش اللي قاعد يصير؟ ايوه طيب وبعدين؟ ابو صيرم خلاص تعب، والله يا ابو صيرم تعب. برضو الكريه الالترا هذا. يلا سريع سريع خلاص. انا تعال هنا يا حيوان تعب. اسود اطلع. الله المستعان يا ليل. ما ادري انا هنا لو جيت على البلاعة هذه ما راح تطلع لي بيضة حلوة، راح يطلع لي حيوان حلو عفوا. يلا انا خلاص بديت صراحة يا شيخ. اوه ايش هذا؟ اوه العلي مرة ثانية يا اخي. اطلع يا حيوان يا اسود يا خايس. التنين اسود ما ادري بعدين اصلا كيف هذاك يعيش في المدينة يعني، المفروض يخلونه خفاش يعني. هم جايبين حيوانات حقت مدن يعني مدينة. يلا هذا الانديوم خذله، بدا يصير كريه. كم روبكس باقي؟ 288 روبكس بعدها خلاص. والله لو ما طلع لي يا عيال انا خلاص تعبت. تكفى اطلع تكفى يا خايس. يلا تعال في اي بي، ممكن بي لان الحيوان ممكن ما راح يرضى الحيوان الاسود اللي يشبه الشادو، فشكله يتشرط علي يقول يلا ودني الفي اي بي عشان اطلع لك. يلا يا بيضة جبناك هنا عند الفي اي بي. يلا وعشان كذا لازم نخليك تجلسين هنا وانا هنا اوكي. يلا بليز اطلع يا حيوان اللي تشبه الشادو، ولا ما اعرف ايش اسمك ولكن لو سمحت اطلع. يلا جابك في اي بي. تخيل يطلع لي صرصور. اوه ايش هذا؟ روك بيجن
شنو الروك؟ اوه الحمامة الكيوت اللي في المدينة. كان في افلام كرتون قديمة جدا، كان في افلام كرتون كان يجيبون حمامة نفس هذه، ثلاثة منهم. لا ما اعتقد ما حد راح يعرفها، ما مستحيل. يا الله تذكرت يوم كنت صغير كان افضل فيلم كرتون عندي في العالم. يا شيخ اجلس يا بيضة، والله العظيم الحلقة هذه مأساوية يا شيخ. لجندري واحد يا اخي، يا اخي بليز، يا الله ابو صيرم بينجن خلاص. ابو صيرم يا رب ما عاد بقرب اكسات. يا صرصور 63 روبوكس، اخر روبوكس، يلا ادو معي يا رب ان الحين ها يطلع الحيوان الاسود هذاك اللي يشبه الشادو. لو سمحت اطلع. اوكي يلا 1 2 يلا ما راح اشوف 3 بسم الله. ما طلع، طلع لي الالي هذا ما ادري ايش اسمه. لا يا بصيرم والله حلقه ماساويه، ما عاد اقدر افتح. اوه لا بقى بقى بقى، يلا 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 اخر واحد بوليز اطلع. ما تبي تطلع؟ يلا انقلع خلاص ما عاد ابغى. طلعت للحمامه هذه افضل حيوان عندي الحين شفته. خلاص 2 بس وانكمون 2 بس زي ما تشوفون يا عيال. يا شباب هذا اللي طلع لي 4 صراصير. الله يا اخوي ايش المزبله هذه. وبلاك كيت هذا 5 الالترا، هذه ما ادري ايش اسمها بلوتوث ما ادري ايش اسمها. والانديان طبعا برضو كويس، هذا يعني كيوت انه صغير شوي. هذا والله لو فيه زباله كان رميتك. وش الحيوان هذا؟ والله هذا ديم نادر ما طلع لي الا واحد، اسمه سي جول يعني بحر وهدف، جول يعني في البحر اللي قاعد يسوي جول الهدف. ما علينا. وعندنا هذا العليكات بالترا اوكي 4. طيب والله خاطري اسوي الصرصور نيون يا اخي. وهذا الحمامه هذا افضل حيوان عندي هنا يا عيال. وللاسف شوفوا بالله شوفوا 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 الحيوانات، شوفوا البيض اللي فتحت يا شيخ. والله قهر يعني ما في ولا لجندري. يلا يلا خلونا ناخذ الشادو، ناخذ الميجا شادو عشان كذا يعني. ابو صيرم مزعل خلاص اخذ الشادو. خلونا نروح نشوف العاصفه هذه، ايش هذه؟ ايش العاصفة هذه يا ترى؟ ايش هذا؟ والله ما ادري وش التحديث هذا. ما ادري ايش هذا بالضبط، ولكن طبعا العالم هذا ما ادري وش التحديث للأمانة. طب لو رحت فوق ايش راح يصير؟ طيب وبعدين يعني منظر بس مثلا شكل يعني كذا بس شكل. طيب ما فهمت يا عيال، اللي فاهم في التحديث هذا كله في التعليقات لما صدفه يعني. طيب نخش جوا، ممكن في شيء جوا. يلا يا بصيرة نخش. يلا الحمد لله ما طلع لي ولا حيوان الأسود ذاك ولا. طيب ما في شيء، ما فيش حاجة. وهنا بس ننهي الفيديو، حظي كان سيء يا شباب. أتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك. كان معكم محمد أو بصيرم، مع السلامة.